غزة يا غصة القلب، غزة الجرح الذي لا يطيب، قلوبنا معك وجرحك جرحنا. شهداء غزة البواسل، دماؤكم لن تذهب سدى، سطرت صفحات تاريخية بالمجد والعزة. نرحب بكم أعزائي المشاهدين بهذه الأمسية الجديدة من أمسيات غزة، التي نقدمها دعماً ومؤازرة لأشقائنا هناك في قطاع غزة المحاصر، قطاع غزة المظلوم، قطاع غزة الجائع والذي يعاني الويلات، حتى نكون ولو بالشيء القليل نقدم هذا الدعم البسيط لإخواننا هناك. نرحب بكم أعزائي المشاهدين بهذه الأمسية الجديدة التي نقدمها لقطاع غزة المحاصر ولإخواننا هناك، الذين يتعرضون لشتى أنواع الظلم والجوع والجور من العدو الصهيوني. وطبعا ضيف حلقتنا وأمسيتنا لهذه الليلة المنشد المتألق مهند عقل. رمضان كريم كريم كريم، رحمن رحيم رحيم رحيم. رمضان كريم كريم كريم، رحمن رحيم رحيم رحيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم ياللي بتحلم بالغفران، راكع ساجد للرحمن. ياللي بتحلم بالغفران، راكع ساجد للرحمن. تعال نصلي نستغفر، تعال نهلل ونكبر. تعال نصلي نستغفر، تعال نهلل ونكبر. الله الباري رح يغفر، يفو من نار الجحيم. رمضان كريم رمضان كريم كريم كريم، رحمن رحيم رحيم رحيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم رمضان كريم، علينا وعليك المنشد المتألق والرائع مهند عقل، يسعد أوقاتك. أسعد الله أوقاتك، حياك الله. الله يحييك، كيف حالك مهند؟ تمام الحمد لله، الله يحفظك. يعني رمضان دخل علينا بجوز هاي السنة مهند، يعني وضعنا مش زي السنوات الماضية. أكيد يعني الذي يعنيه قطاع غزة المحاصر الآن ليس كسنوات مضت. سبحان الله، احنا استقبلنا رمضان العام بظروف استثنائية، بظروف الحرب المسعورة على أهلنا أو الإبادة الجماعية اللي بتعرض لها إخواننا وشعبنا وإخوانا في غزة. يعني أكيد خلت الواحد يعني صحيح موجود هون، لكن تفكيره كله مع إخواننا، أكيد بالتشريد بالنزوح من الشمال القطاع، بالتقسيم، بكثير ظروف يعني صعبة عاشها، بالغصة، بالألم الكبير. عائلة مولد كيف استقبلت رمضان هاي السنة؟ هو هيك استقبلناها يعني كلنا بمتابعة أخبار غزة، متابعة إخوان، لأنه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هذا يعني هذا واجب، واجب إنك توعي ابنك الصغير وبنتك وإخواننا وأخواتنا. لازم نهتم بأي شيء بيحدث للمسلمين، وخصوصا يعني أهل غزة. في ظل العالم كله تخلى أو كشفت مصالح الدول اللي في إبادة جماعية، في شلل في هيئة الأمم المتحدة، في حقوق الإنسان، ما في، كلها ضاعت، كلها ضاعت، كله بجسد في مصالح الدول. كنا بنعتبر يعني في هيئة أمم أو في حقوق إنسان، لكن كلها تلاشت، كلها بينت مع الحرب وتلاشت بالضبط مع الحرب. هي طوفان الأقصى هي كاشفة للحرب
المسعورة أو الإبادة الجماعية زي ما حكينا. وهنا طبعاً أنا ما بدي أنسى أرحب بالضيف الدائم الأستاذ خليل أبو حجر معنا في كل حلقات ومسيات غزة. يسعد مساك وأوقاتك جميل. يسعد مساك مهند، أهلا وسهلا فيك. حياكم الله. أهلا الضيف عزيز علينا أستاذ خليل أبو حجر. أهلا وسهلا فيك. وأيضا خليل ومهند ما بدي أنسى أذكر الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات بأنه إحنا موجودين معكم إن شاء الله على كافة منصات التواصل الاجتماعي وأيضا ضمن إذاعة قدسنا المرئية الأونلاين، بتشاهدونا أيضا ببث حي ومباشر. مهند، يعني أنت أكيد من بلدة فلسطينية، أنت عقل دار عقل صح. من أي قرية فلسطينية؟ إحنا من بلدة بيت فجار، قضاء بيت لحم، تبعد يعني 17 كيلو تقريبا عن بلدة بيت لحم. بلدنا إيش تشتهروا بإيش تشتهر بلدنا بيت فجار بصناعة الحجر والرخام. يعني تقريبا موجود تقريبا 180 معمل للحجر ما شاء الله، في تقريبا 40 أو أكثر شوي محاجر كبيرة. يعني جزء لغنى الأرض نفسها بالضبط، لغنى الأرض وجود يعني الحجارة الموجودة في هاي المنطقة، وهي يعني معروفة في فلسطين وأيضا في بلدنا الحبيب الأردن. نعم أكيد خليل، بيت فجار جزء بورد والحجر والرخام اللي باقي أجزاء فلسطين والمدن الفلسطينية والأردن، يعني في معروف حجر، معروف حجر بيت فجار. حجر بيت فجار نعم موجود، يعني الذهب الأبيض ما شاء الله ما شاء الله. طيب مهند، يعني بلدة بيت فجار، أو ما بعرف إذا في تراث أو شيء فني خاص بلدة بيت فجار أو أي شيء أنت حابب تسمعنا إياه إن شاء الله. في يعني تراث فلسطين أكيد يعني إن شاء الله. يوبيا 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 يا يوبا، يوبيا يا يوبا، يوبيا لو عاد الثور في أرض وعتابا، أنا لغني الأوف وعلمي جوع التابا. وانا بحب الارض، وانا بحب الارض وبجرحني عتابك، وانا المجروح من طول الغياب. يوبيا يوبيا يا يوبا، الجفرة وهي الرابع وغير الحب الشادي، غني للسما الزرقاء فلسطين بلادي. وانا جفرة وهي الرابع وطير الحب الشادي، غني للسما الزرقاء فلسطين بلادي. الوي يقول القدس الحرة تحرم على الأعادي، حيفه ويافه وغزة وضف الغربية. شاشاتي اليوم ما مشينا في البيارات، يا محملين حجارة وين رشاشاتي. والأردن حب الأردن ما ماتي،
الأردن طريقي لفلسطين. ما شاء الله يا مهند، ما شاء الله، يعطيكم العافية خليل مهند. الله يعافيك. الله يعافيك. للأغنية الرائعة جدا. الله يعافيك. هذا تراث فلسطيني أردني، يعني هو مكون من إيش التراث هذا مهند؟ هو من الواقع. كلمات وألحان يعني كانت هي من الواقع اللي بعيشوه، من مآسي، من شغلات فرح فرحية، أي شيء عن الأرض، عن العرض، عن كل شيء. الآن مهند وخليل، أنت حكيت عن المآسي، لا زالت المآسي مستمرة في القدس، يعني بعيدا شوي عن غزة، في القدس. في كل رمضان أهلنا في القدس بيعانوا، هو البوصلة يعني القدس، يعني دائما مهند في كل رمضان بيعانوا من دخول المسجد الأقصى وهو مسجدهم. طبعا دائما القدس بتلاقيه تقسيم زماني ومكاني. الآن جديد بجوز سمحوا لهم اليوم خليل ومهند إنهم يدخلوا ويمارسوا شعائرهم الدينية، يعني لمتى؟ لأمتى بدهم يضلوا؟ يوم بدك تدخل، يوم بدكش تدخل، أنا مو بعد عن مسجدي اللي أنا قلبي معلق فيه. يعني بجوز الضغوطات اللي صارت بالقدس، أو يعني من عمليات استشهادية، خلينا نحكي من داس من طعم، خففت شوي من إنه يسمحوا للفلسطينيين إنه يدخلوا على المسجد الأقصى، لأنه كانوا مانعين، وزي ما تعرف يعني كثر الضغط يولد الانفجار فعلا يعني، وهذا ما حدث مع إخواننا في القدس أو في الأقصى يعني. سمحوا لهم يعني بجوز زادوا العدد الأيام هاي بالصلاة يعني بالمسجد الأقصى، دخول اليهود المتدينين يعني بمارسوا كمان شعائرهم الدينية، أوقفوا دخولهم حتى البيت المقدس والمسجد. ما هو عملوا هيك لتخفيف الاحتقان بالأخير طبعا فعلا في الفلسطيني، وحتى بالداخل يعني عندهم مظاهرات يعني ضد نتنياهو الملعون، وضد يعني ما يقوم به من جرائم. الآن اليوم كانوا بيحكوا عن موضوع إجراء انتخابات جديدة، صحيح، وتعجيل هذا الموضوع، فبالتالي الوضع الداخلي عندهم مستوي. طبعا أكيد. ما بدنا ننسى كمان شعوبنا العربية لهم دور يعني، إنه صحيح قاعدين بيأثروا، خلينا نحكي بيأثروا تعزيز الصمود خليل. بالضبط. يعني العربية والعالمية أيضا اللي بيقوموا فيه بالأردن هون، الكل بيشوفوا الإعلام الآن، صحيح. بطل يخفى على حدا، تمسك تلفونك بتشوف كل إشي. فالآن تعزيز الصمود، نقطة هاي النقطة المهمة، إنه صار في تعزيز لصمودهم، شافوا إنه في حدا بظهرهم، في حدا معهم. طبعا. ورسائل وصلت من غزة إنه ما يحدث بالعالم من مظاهرات وبالأردن الحبيب يلامسنا، فرحانين جدا طبعاً، إنه إحنا مش لحالنا، نصرنا بالأردن ما تركونا. نعم. فعلاً هذا اللي بنقدر عليه، هي مسيرات لإظهار إنه إحنا ضد الحرب أو الإبادة الجماعية، وهذا الشيء عالمياً وفعلاً يلمس. أنا يعني أكيد يعني كثير من إخواننا شاهدوا فيديوهات تلمس الفرح اللي عند إخواننا في غزة، مع إنهم تحت القصف، تحت الإبادة وأشلاء وتقطيع. ما هو بقول لك الغريق اللي معلق بقش بالآخر، هي النقطة هي. نعم. هم غرقهم وليسوا غرقة بالحرب فقط، أكيد. لكن هم متعلقين بقشة الصمود اللي إحنا بنعزز من خلالنا. إن شاء الله نحن نكون يعني سبب في نصرتهم إن شاء الله، شيء قليل يعني إن شاء الله. مهند، حابين نسمع منك إشي للقدس بإذن الله. يعني شو حابب تسمعنا؟ في مجهود تربينا عليه وإحنا صغار، ويعني سبحان الله هي ما زالت تردد يعني، منشودة إسلامية قدس. نعم. منشودة جميلة و يعني التراث القديم للقدس. نعم. اسمعها بإذن الله. تفضل. إسلامي يا قدس، إنا للفداء لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، لا أميل لا مل لا ألين، لك يا قدس السلام سلاما يا بلادي، إن رمى
قال الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. هذه الآية مهند وخليل حكت عن أفعال بدنا نفعلها عشان يصير في نتيجة لهذا الفعل. شو الكلمة الأولى؟ قاتلوهم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. بعتقد هاي الآية تتجسد حاليا في أهلنا بقطاع غزة. قاتلوهم بسبعة أكتوبر، صار في تقتيل عند اليهود، وأكيد الإعلام اليهودي ما بيظهر حقيقة الوجع اللي هم فيه فعليا. انخزوا بإذن الله طبعا أكيد، وبإذن الله الأيام المقبلة سترى نصر للمسلمين في غزة بإذن الله. بإذن الله رب العالمين أكيد يا رب. يعني شوف الآية القرآنية حكت عن الأفعال هاي كلها اللي تمت بتصير واللي بتصير عن الأحداث الحالية. بإذن الله الأحداث الحالية اللي نعم. بتصير ولسه النتائج قادمة يا كمان يا رب. طيب ودائما يعني يوميا نرى يعني ونشوف المجاهدين والمقاومين مش مقصرين يعني فعلا بيألم العدو. نعم وكلنا بنسمع قاعدين عن قصص كثير بتصير عن صمود اهل غزه في غزه. صحيح. يعني مهند شيء لا يعقل، الاب بتقتل ابنه امامه وبتلاقيه صامد في ارضه. يا ربي هذا فداك يا رب، خذ من اجسادنا وارواحنا حتى ترضى. ماذا الصمود؟ بتلاقيه يعني 30 او 40 او اكثر عائلات كامله. يا رب خذ من أجسادنا، خذ منا حتى ترضى يا الله. المساجد مهدمة وقاعدين بيقيموا صلاة الجمعة. كلنا في دم مقاوم. مستشفى الشفاء مثلاً حالياً كيف أحرقوه مثلاً، ولا زال صراحة بنضرب فيهم المثل على تكاتفهم. نعم. تكاتف جميع الشرائح في غزة، كيف قاعدين بيكونوا مع بعض وموقفين في وجه العدو كلهم كجسد واحد. يعني. كلهم هي كلمة كلهم. يعني ما بتلاقي واحد قدام مثلاً شاذين عن القاعدة، لا كلهم. كل أهل غزة. قبل ما أجي حضرت فيديو. لا فلسطيني غزاوي، احنا ما بنكل ولا بنمل. يا مقاومين اضغطوا اثبتوا احنا معاكم، عادي يموت يعني نستشهد في سبيل الله ما عندنا اي مشكله، استمروا. هذا الشيء هذا الصمود بيقوي من عزيمه المجاهدين والمقاومين فعلا، انه الشعب معي ثابت صامد، لو راح منه ناس استشهد في سبيل الله، وهذا الشيء بيقوي من عزيمه المجاهدين. نعم اصحاب ارض أصحاب أرض. أنا أنا صح يعني هذا يعزز إنه بالفعل طبعاً أصحاب استحضرني أرض. صورة مرة شفتها في البداية مقارنة ما بين عائلة مهدم بيتها وقاعدين لا زالوا فيها في غزة، في المقابل مثلا المطارات في عند اليهود مثلا أو في فلسطين المحتلة مثلا، كيف قديش أعداد الهجرة العكسية صارت عند اليهود. هذا يدل إنه الأرض مش أرضهم طبعاً. الأرض أرضهم طبعاً. نعم. أكيد. مهند شو حاب تسمعنا؟ إن شاء الله راح نسمعكم لا تحزن معك الله، وإن شاء الله إنه إحنا معهم أهلنا فلسطين إن شاء الله. يا الله إن شاء الله. بسم الله. الأعوام
يعطيكم الف عافيه خليل، يعطيكم الف عافيه مهند، ما شاء الله طيب. يعني سامحونا بجوز الصوت تعبان شوي، ولكن يعني انا ديني رمضان بدي اقدم. لا لازم الواحد يقدم شو ما كان، طبعا ما بقدر طبعا اقدم يعني. الله يعطيك العافيه مهند، ما شاء الله عليك يعني مهند. ما شاء الله مهند يعني حتى انت تعبان يعني صوت الجبل المعروف مهند يعني ما شاء الله عليك. لا غنى عن التعريف يعني، الواحد بقدم اللي بقدر عليه. ما شاء الله عليك مهند. طبعا مهند وخليل، احنا وصلنا للختام الأمسية الليلة وختام الحلقة لهذه الليلة، لكن احنا معتادين مهند وخليل في نهاية وختام كل أمسية من أمسيات غزة نقدم شيء مختلف عن باقي البرامج، وهو الدعاء لأهل غزة. فأنا الآن مهند بدي أنهي مع الإخوة والأخوات المتابعين والمشاهدين، ونبدأ بالدعاء إن شاء الله معك. إذن أعزائي المشاهدين، وصلنا معكم لختام هذه الأمسية التي نقدمها لغزة، ونحن متواجدين معكم الآن عبر كافة منصات التواصل الاجتماعي وعبر راديو وإذاعة قدسنا المرئية. وصلنا معكم لنهاية هذه الأمسية، وكان معنا فيها المنشد المتألق مهند عقل. إلى أمسية قادمة وطبعا حلقة جديدة من أمسية لغزة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم. نترككم الآن مع هذا الدعاء لغزة مع المنشد مهند عقل. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قدرته وقضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قدرته وقضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وخشوعنا. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر نصرا مؤزرا مبينا. اللهم احرس أهل غزة بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل غزة النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصرهم وثبتهم. اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر من دنس اليهود، واشف صدور قوم مؤمنين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يذكر فيه اسمك الكريم. اللهم انصرهم واجبر كسرهم، واشف مرضاهم، وتقبل شهداءهم برحمتك يا الله. اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض ومن عليها، وافتح لهم أبواب توفيقك، واشرح صدورهم، ويسر أمورهم، وقو عزيمتهم، ومد صبرهم. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك. اللهم اربط على قلوبهم وثبتهم. اللهم انصر عبادك المجاهدين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم يا رب جل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم نتوجه إليك بالدعاء، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد. نسألك اللهم بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنصر إخواننا المجاهدين المقاومين في غزة، وأن توحد صفهم وتجمع شملهم، وأن تجعلهم كالبنيان المرصوص. اللهم أعزهم بعزك يا من لا يذل من تعزه، وانصرهم اللهم على من عاداهم وأعلي رايتهم. اللهم اهزم اليهود وشرد بهم من خلفهم. اللهم دب الرعب في قلوبهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم.
اللهم اجعل نيران اليهود بردا وسلاما بردا وسلاما على المجاهدين والمقاومين وعلى أهل غزة يا رحمن يا رحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.